السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في آخر جزئية احنا بنتكلم فيها في preparation for discharge، طبعا كل هاي التسهيلات اللي ممكن تتعمل لهذا المريض لازم تتعمل له قبل ما يتعمل له discharge. لازم تكون في هناك زيارة للبيت وتعديل الحاجات الموجودة. من بين الحاجات اللي هي بنعملها تعديل اللي هي المدخل بتاع اللي هي البيت او الدرج نفسه اللي بيطلع عليه البيشنت. فلذلك هذه بنسميها اللي هي الاكستيريور اكسسبيلتي، الحاجات اللي ممكن تتوفر اكستيريورلي يعني في الخارج، وفي حاجات هنتكلم عليها برضو، الحاجات اللي ممكن تتوفر في الداخل هنتكلم عليها. نمرة واحد عندي اللي هي الاكستيريور اكسسبيلتي، هنا هوت الاكستير اكسسبيليتي هنا هوت، تمام، اللي هي عباره عن اللي هي الدرج نفسه الستيبس، يعني حيتكون متوفر فيها الستيبس هذه الارتفاع بكل درجه، الارتفاع كل درجه لازم ما يقلش عن 7 انش او ما يعادل 17 سنتي ونص، باللي هي عمق هاي الدرجة، والعمق بتاعها يبقى حوالي ال 11 انش يعني 27 و9 تسعة من 10 سنتيمتر الدبث بتاعها، يعني تقبى هيك 17 سنتي ونص، والدبث بتاعها بهذا الشكل. هذه نمرة واحد. نمرة اثنين الهاند ريل اللي هو الدرابزين، لازم الهايت بتاعته تكون 32 انش، اي معادل 81 سنتي و3 من عشرة. هذه نمرة اثنين. نمرة ثلاثة الدرابزين نفسه الوان هاند ريل ايد الوحدة لازم يمتد ما على نهاية الدرج، بحيث تكون اللي هي 32 انش يعني 18 انش يعني معادل 45 و7 من عشرة، beyond the foot and the top of the stair، قمة اللي هي الستير. نمرة أربعة، إذا أنا في حاجة لرامب، رامب يعني منحدر، رامب يعني منحدر هيك، منحدر هيك، المنحدر هذا لازم يكون اللي هي الزاوية بتاعته، الجريد بتاعته، الريكومندد جريد يعني درجة الارتفاع بتاعته، إنها تكون كل 12 إنش يعني حوالي 25 سنتي، اللي هي تبقى اللي هي الرام نيدد ريكومندد جريد فور ويل تشير 12 انش اوف رام فور افري انش اوف ثريشولد. كل ما نرفعه اللي هي نمشي فيه 12 انش يعني 30 سنتي لازم نرتفع 1 انش. هذه رابعا. خامسا الرام شود بي الوايث بتاع اللي هي الرام اللي هي الطلعه هذه لازم تكون حوالي 48 انش يعني ما يعادل تقريبا متر، العرض بتاعها وطالع بالشكل هذا تكون اللي هي 48 انش يعني ما يعادل اللي هي متر، لانه 48 انش بنضربها في 2، 2 يعني اللي هي حوالي 96 ما يقارب متر وشيء. اخر حاجه سادسا اللي هي وسع الباب، احنا عارفين اي باب، وسع الباب لازم يكون من 32 ل 34 انش يعني 81 و3 من عشرة ل 86 و3 من عشرة. هذا طبعا بالنسبة ل اللي هي باب الغرفة، باب الحمام أو باب مدخل البيت، يكون هنا هو الدور حوالي 81 و3 من عشرة ل 86 و3 من عشرة. هذا يعتبر مقبول and accommodate most of the wheelchair عشان يدخل منه اللي هو يمين اللي هي اللي هو الشير اللي هو كرسي اللي هو البيشنت. بعد هيك في عندي اللي هي الانتيريور اكسسبيليتي، يعني اللي هي مواصفات اللي هي الداخليه اللي لازم تكون موجوده. واهم حاجه طبعا في المواصفات الداخليه اللي بتكون موجوده اللي هي عندي اللي هي البيدروم، غرفه النوم، لازم غرفه النوم لازم يكون فيها وسع كويس. وسع لايه؟ وسع لانه البيشنت يحط اللي هو التابل بتاعته، يحط اللي هو الهويل تشير بتاعته، اللايت ستاند بتاعته، الاضاءه بتاعته، لازم يكون في سبيس لإله وبرضه كمان عشان يتحرك. هذه نمره واحد. طيب الباث روم برضه لازم يبقى في سبيس، ويبقى في اللي هو حاجات اللي هي يا انما التيوب البانيو، تمام، او اللي هي التشير
مشان اللي هو يستطيع انه اللي هو يقعد على الكرسي ويتحمم كويس. ويكون كمان من وصفات اللي هو المكان هذا في كمان اللي هي الهاند شاور، تمام، هذه الباث روم. الكاربتينج لازم هنا هوات الكاربت تبقى اللي هي تبقى اوف ثين، لازم اللي هي ذات كثافة واطئة، لو ثين كاربت، يعني اللي هي المادة اللي هي السجاد تكون اللي هي قليلة الكثافة عشان يستطيع البيشنت يمشي عليها او يستخدم اللي هي الستيك او يستخدم اللي هي الويل تشير، ما تبقاش كثيفة او خميلة. وايضا كمان ما بقاش في راجز مرمية على الارض، هذه بالنسبة للكاربتينج، تمام. بينما بالنسبة هنا هوت للكيتشن، المطبخ، الكيتشن حقيقة لازم اللي هي كل اللي هي الكاونتر واللي هي الحاجات اللي عايزها البيشنت لازم تبقى له all the items، كل اللي هي المعدات تكون اللي هي واطية مشان يستطيع انه هو يستخدمها. واخر حاجة اللي هي transportation لازم تبقى معروفة عشان البيشنت والفاميلي يتعلموا اللي هي عملية اللي هي ترانسبورت او الترانسفير من اللي هي الويل تشير للي هي الكار and so on، عشان يركب السيارة بتاعته عشان يعمل اللي هي عملية الفولو اب فور هيز كونديشن في الكلينيك. شكرا لكم اعزائي طلبة السنة الرابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارجو ان نكون قد انتهينا من اللي هي الستروك كيسز، وارجو ان يكون الجميع ان شاء الله استفاد بهذه المعلومات وان يعمل بها، وان يجزيه الله خير الثواب في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الدكتور محمد سلطان.